عشان احضر الهاندز اون سيشن بتاعه انشارت ذا لاست ليجاسي. يلا بينا نشوف هما محضرين ايه. يلا نتكلم عن انشارتد ذا لاست ليجاسي شويه بعد ما انا خلصت الهاندز اون ولعبتها لمده 45 دقيقه. اول حاجه اللعبه هتنزل في 23 اوغست اللي جاي، وهيبقى فيه شخصيتين جداد وواحد كمان شرير. اللعبه فيها 3 مودز: القصه الاساسيه، السرفايفل مود، والكومبتيتيف مود. والستوري مود مش اوبن وورلد، يعني هي اللعبه اكشن ادفنتشر معروفه، لكن هم كانوا عايزين يعملوا حاجه جديده، واللي هي ان انت ممكن تعمل كويستس او ميشن مختلفه وتعدي واحده، او ان انت تعمل ميشن واحده وتسيب الثانيه، او تعمل دي او دي. فالموضوع بقى في اليمنتس اوبن وورلد شويه، لكن هي اللعبه لسه فيها 3 كور ميشنز اساسيه لازم تعملهم تشيك بوينت باي تشيك بوينت. اللعبه كلها في الهند، والشخصيتين الأساسيتين بتوع اللعبة كلوي ونادين. كلوي أول ظهور ليها كان في Uncharted 2، وظهرت شوية في 3 بس ما شفناهاش خالص في 4. وكلوي من أكتر الشخصيات اللي موجودة في اللعبة اللي كان ليها شخصية ضخمة جدا، وكانت تقريبا كل وقع في حبها، ومع أنها كانت سايد كاركتر ناس كتير جدا كانت حباها وكانت عايزة تشوف أكتر عن كلوي وتفهم أكتر عن الماضي بتاعها وعن شخصيتها وتلعب بيها حتى. ومن ناحية نادين هي برضو ظهرت في Uncharted 4 فقط. فالاتنين مع بعض هيعيشوا في مغامرة عظيمة جدا، وهيتخانقوا ويتصالحوا، وهنعرف اكتر عن شخصياتهم ونندمج معاهم اكتر، بالذات ان معروف ان دايما كلوي بتهرب في الاوقات الصعبة. طبعا زي كل العاب انشارتد الموضوع متعلق بحاجة هستورية في الهند، واللعبة كلها بتلف وتدور حوالين انهم عايزين يوصلوا للجولدن تاسك، بس طبعا اكيد هتقع في ايد حد تاني. اللعبة بتقدم محتويات جديدة، لان اكيد مش هنلعب بنفس طريقة نيثن او مثلا تنشين نيثن او قدرات ومهارات نيثن بكلوي. كلوي مختلف عن نيثن، هي جاية من منطقة تانية تماما عن نيثن. اول ظهور ليها هي كانت جاية من ساحة ان هي من احسن الدرايفرز اللي موجودين في موضوع السرقة والكلام ده، فهي جاية لاول مرة تبقى ليدر، والاول مرة ان هي تليد حاجة وتقول ان احنا هنروح كذا او هنعمل كذا، فبالتالي هي مش نيثن. عشان كده هم غيروا حاجات كتير جدا في الجيم بلاي.
نتكلم عن اول حاجه عجبتني جدا، ان مثلا نيثن معروف ان هو عنده جورنال هو اللي بيفتحه وبيكتب فيه حاجات وكذا. كلوي بتستخدم الموبايل بتاعها، هتلاقيها في اللعبه ممكن مثلا تصور لوكيشنز معينه، الماب هيبقى الموبايل بتاعها، هي هتستخدم الموبايل بتاعها زي الجورنال بالظبط. تاني حاجه، كلوي يعني في التنشين مش زي نيثن، فعشان كده بتلاقي ان هي بتعصلك شويه في الاول، وبتلاقي ان الهيت بوينت مش بتبقى بالظبط، وبتقعد تمس طلقات كتير. في الموضوع ده مدي واقعيه جدا. الجيمينج ميكانيكس اختلفت برضو، حتى الباركور بتاعها تحس انه مختلف عن نيثن. المكان اللي لعبنا فيه 45 دقيقة كان فعلا عملاق، لدرجة ان الفيكل او الفور باي فور كانت تقريبا اعز صديق ليك، مش هتعرف تتحرك، ويويلك لو نسيتها في حتة. يعني انا نسيتها في حتة، ضيعت تقريبا نص الساشن بتاعتي بحاول الاقي العربية. مكان ضخم جدا عشان توصل من حتة لحتة، او من كوست لكوست، او من ميشن لميشن، موضوع صعب. ولكن ده مش معناه ان اللعبة هتفضل في الحتة دي. اللعبة متنوعة وليها لوكيشنز كتير، بس ما فيش عدد معين من اللوكيشنز اليونيك لوكيشنز اللي نقدر نتكلم عنها. وهم عمرهم ما هيطنشوا حاجة زي كده، او هيخلوا مثلا يعني بما ان Uncharted The Lost Legacy هو expansion كبير، عمرهم ما هيأثروا في حاجة زي كده، اللي هي اصلا من الكور الحاجات اللي موجودة في اللعبة، من احسن الحاجات اللي فيها. فدلوقتي هنرجع تاني للانترفيو ونشوف الديفلوبرز بيتكلموا في ايه، وبالذات عن الدبلجة اللي موجودة في اللعبة. ودي معلومة تانية على فكرة، ان اللعبة متدبلجة بالعربي بالكامل وتدعم اللغة العربية بالكامل. احنا دلوقتي مع developers من Naughty Dog، هنتكلم عن Uncharted The Lost Legacy ونسألهم أسئلة. Assalamu alaikum, I'm Scott Lowe, Senior Communications Manager at Naughty Dog. Uncharted 4 was the first story that had an Arabic subtitles and support. So now also Uncharted The Lost Legacy has Arabic support. So does that mean that you are going to continue supporting Arabic in developing the games or in mine? Yeah, I mean, we like want to make sure that anybody who wants to play our game has the opportunity to. Like, we, you know we have this amazing community of fans across the globe, and we want to make sure that we support them however we can. So yeah, absolutely, we're going to continue supporting. That's cool. Yeah. All right. So about Uncharted: The Lost Legacy, sort of is under the label of being an expansion, but it's an expansion is usually something small, but this is a really big game. It's like a totally different. Yeah, it started under that guise of being like a DLC or an expansion, but I think it turned into something way much yeah, bigger. Yeah, it's its own game. It has its own disc that you will be able to go find on store shelves, like it with its own multiplayer and its own survival. Yeah, everything's packaged in. So I think we, you know, way we treated it from our side is this is the next Uncharted game. This is so it's not a sequel, but it's just its own a game. Like it's okay. And what about the game mechanics? You've mentioned that you've put much more effort in trying to put new stuff, like with Chloe's new gadget, like not the journal. You guys are trying to do different stuff with the Chloe's way of gameplay, so she's not a copy paste of Nathan. Yeah. So what are the differences? Yeah. So I think Chloe really permeates through every aspect of this game, from you know the dialogue and the narrative, but also you know gameplay mechanics like her phone and the photo ops that we talked about today, which you know throughout the game you'll be able to take use photos more, of the game or take photos of the environment from Chloe's perspective. You will be able to use the lockpicking mechanic, which is obviously unique to Chloe because she's like this master thief, so she has this you know lockpicking skill that allows her to kind of access supply crates and allows you to unlock items and treasures. So yeah, I think from a gameplay perspective, like this game is distinctively Chloe while still maintaining that core Uncharted feel. It still has that scale and adventure, the same kind of core combat, but Chloe's it's different. Yeah, from Chloe's perspective, which means that Nathan is the way of gameplay is different than Chloe in a lot of sort of ways. Yeah. Uncharted 4 was very huge, but it was still sort of checkpoint by checkpoint. Mm-hmm. Is it the same or with Uncharted The Lost Legacy, or is it going to be like quests or you can finish this and leave that, you can skip that and finish this? So how's it going to be? So the game itself is not open world per se, but the environment that we're showing off today is you know one section of the game that is kind of this open playable space where you can approach it however you want. There are core story objectives that you have to complete in order to progress. Free. Yes, but there's a bunch of additional content that you can do that will give you new like insight into the story, offers new gameplay dynamics. So it really kind of takes that idea that we first kind of explored in Madagascar and just amps it up to a new degree. But the rest of the game, both preceding and after, is kind of a mix of
kind of the more traditional linear Uncharted style gameplay, as well as like those massive action set pieces. So this is one, you know, sizable chunk of the game, but it's certainly not like reflective of the rest. Well, that's about it. Thank you so much. Yes, of course. And so nice to meet you. Yes, you as well. All right. وبكده خلصنا تغطية حدث الهاندز اون بتاع Uncharted The Lost Legacy. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في Uncharted The Lost Legacy لحد دلوقتي. نشوفكم في فيديوز تانية. باي.